جمهور غفير امتلأت به مدرجات ملعب الحبيب بوعقل بوهران لمتابعة المباراة التي جمعت بين فريقي المنودية وشباب بلوزداد، هذا الأخير الذي ركن للوراء دفاعا عن الشباك والتصدي لهجومات عناصر مولود بوهران التي استطاعت أن تسيطر على الشوط الأول وخلق فرص عديدة أربكت الدفاع والحارس أسرير الذي كان في المستوى طيلة 45 دقيقة. عناصر الشباب اكتفت باغتنام فرص الهجومات العكسية لعل وعسى تصيب، لكن الدفاع كسر المحاولات وأبعد كل الكرات، واكتفى الشباب بالحصول على بعض المخالفات لكنها بدون فعالية. عناصر المولودية انتشرت وسطا ويمينا ويسارا، الكل يهاجم والرجوع عند الدفاع وفرص تضيع بالجملة في غياب التركيز. المرحلة الأولى تنتهي ببيار. المرحلة الثانية فريق المولودية يزيد من الضغط على الزوار ويربك الدفاع في أكثر من مرة. الشباب يستغل الهجمات العكسية ويبني عن طريق الجناح الأيسر ويستغل فرصة من ذهب أتيحت في الدقيقة 59 ليسجل من خلالها اللاعب صيبي الهدف الأول في المباراة. الشباب لم يستغل فرصا أخرى أتيحت له بعد تسجيله للهدف الأول. عناصر المولودية تحس بالخطر وتخشى غضب الجمهور فتكثف من الحملات وتأتي بهدف التعادل عن طريق اللاعب بحاري في الدقيقة 62. الشباب يبني من جديد لكن كل المحاولات تقص والمولودية تحط الثقل بقوة وتسجل هدفها الثاني في الدقيقة 65 عن طريق اللاعب كشم. فريق الشباب ينهار والدفاع يتفكك والمولودية تستغل الفرص وتضيف هدفها الثالث في الدقيقة 75 عن طريق اللاعب داود بوعبد الله. سلسلة الأهداف لم تنتهي حيث أن اللاعب داود بوعبد الله يسجل الهدف الرابع بقذفة قوية في الوقت البدل الضائع. اللقاء ينتهي بنتيجة 4 أهداف مقابل هدف واحد لصالح مولودية وهران. كانت عندنا فرصة جوج دقائق من بعد باش نكون في المقابلة، ما يعني اللاعب نتاعنا هذا يخطا هذيك الفرصة، هادو عزيزو ما بقاش مقابلة، ومن بعد نحصلوا في الخسارة نتاعنا في الكوفرون تاع مزوار اللي هو معروف، ونظن اللي ساعدته يعني رغم القوة نتاعه هو الشمع هذو اللي ماهوش دي فار تاع ستاد، هذو شمع. التبديل اللي اجريناه الشوط الثاني اتى بفاعليه من ناحيه هجوميه كان نتيجتها الاهداف اللي سجلنا، رغم انه كان بالوزداد ممكن يحسم المباراه لمصلحته لو سجل الهدف الثاني.